هل تعني آية إن أينما تولوا فثم وجه الله دليل على وجود الله في كل مكان؟ لا، هذه عن القبلة. المشكلة في الكريديت كارد أنه لا يمكن أن يستعملها أحد إلا يقع يوما ما في الربا. هم يقولون لك، طبعا بحسب البنك، لكن يقولون لك لا يوجد عندنا ربا، أنت ستأخذ الكريديت كارد وتستعملها وتسدد لنا الدين الذي صار عليك، يأتي يوم وتنسى أن تسدد، فماذا؟ ستضطر لدفع تلك الربا، وحصلت مع كثير من الإخوة الذين أعرفهم. وأحيانا شوف على فكرة في الكريديت كارد لعبة خبيثة جدا. أنا عندما يكون عندي في المال مثلا، هذا الجزدان فيه مال، أنفق، لما أطالع المال أنظر كم بقي، أعرف كم بقي عندي وكم أنفقت، يطلع المال من عندي يعني أراه فأشعر به. بالكريديت كارد لا أرى المال الذي ذهب ولا الذي بقي، فعندها أنا ممكن أشتري أشياء كثيرة ولا أحسب، وعندما تأتي الفاتورة تأتي كبيرة، عندما تأتي الفاتورة تأتي كبيرة وأنا لم أحسب، حطيت مثلا هون 50 هون 10 هون 20 هون 60، بعد ذلك تجمعت. لو كنت أنفقها من الجزدان أنا أرى المال كيف ينقص، لكن من الكريديت كارد أنا لا أستطيع أن، حتى هم أساسا لا يضعون لي المشتريات أو المبالغ التي أنفقت في أكثر البنوك التي تصدر كريديت كارد، لا يعطونك النفقات إلا بعد 3 أيام، فأنت لا تشعر فستنفق كثيرا وقد تقع في هذه المشكلة.